احنا تكلمنا عن اللي هو الانفلونس لاينز بالنسبه للاستاتيكالي ديتيرمينت ستراكشرز، وقلنا دائما انه بيكون عباره عن خط مستقيم ستريت لاين. بس بدي احكي دقيقتين عن الموضوع على اساس نخش في الموضوع الجديد. طبعا قلنا الانفلونس لاين اما بيكون لا رياكشن، لو كان عندنا هنا A وهنا B بيكون عندنا رياكشن R A و R B، أو لا شير أو مومنت عند أي نقطة. طبعا قلنا بدي أعتبر إنه دائما عندي بيكون يونت لود حمل متحرك على البيم على مسافة X، وبجيب الرياكشنز بدلالة X. الحمل طبعا لما بيكون على النقطة A بيكون الرياكشن في السبورت B بيساوي زيرو، والعكس لما بيكون الحمل على النقطة B بيكون الرياكشن في النقطة A بيساوي زيرو. وعلى أساس هذا قلنا بنرسم اللي هو الانفلونس لاين للرياكشن RA والانفلونس لاين للرياكشن RB، بيكون من صفر ل واحد. لقيت لو بدي اجيب انا الانفلونس لاين للشير او للمومنت، قلت باخذ انا مثلا اعتبر انه النقطه هذه اللي هي سي، باخذ اللي هو الليفت سايد بعمل كات هنا وبدرس حاله الليفت سايد، بجيب فيها الشير وبجيب فيها المومنت عند ما يكون عندي اللود متحرك من النقطه A للنقطه C. اليونت لود بدخل في المعادلات من النقطه A للنقطه C. بعد هيك باخذ دراسه لنفس الشكل عند ما يكون عندي الحمل سي لبي. طبعا في الحاله الاولى بتكون الاكس من صفر لاقل على 2 اذا كانت النقطه سي في نص الاسبان. في الحاله الثانيه بتكون الاكس من ال على 2 لاقل اذا كانت برضه النقطه هي نفسها سي. بجيب المومنت وبجيب الشير في الحاله الثانيه بتكون عندي اللي هي القوه. قلت لو كان عندي انا كانتيليفر من الرايت سايد او من الليفت سايد على اساس نتفق على حل معين، لانه هنا في اكثر من حل للاسئله هذه، بعتبر انه ما قبل النقطه A بالماينس لو كانت عندي المسافه دي بعتبر الاكس بالماينس في المسافه هذه، واذا كانت القوه بعد النقطه B بتكون ال زائد اللي هي المسافة هذه لو كانت دي واحد، بتكون ال زائد دي واحد. وبرسم اللي هو الانفلونس لاين للشير وللمومنت وللرياكشنز، وقلنا للرياكشنز الموجب بكون الى الاعلى والسالب الى الاسفل، بالنسبة للمومنت العكس بكون السالب لفوق والموجب لتحت، والشير زي الرياكشنز الموجب لفوق والسالب لتحت. يعني موضوع سهل كثير، وقلنا خطوط مستقيمة ممكن عن طريق اللي هو ايش جرافيكالي اجيبها عن طريق اللي هو حساب المثلثات، النتائج اللي بتطلع عندي في الكانتيليفر كان على الشمال ولا على اليمين.